المنتوجات اللي كتجيني منتوجات زوينه عاديه، اي واحد ممكن يقضي الغرض بالمنتوجات المغربيه، واي واحد ممكن يلبس المنتوجات المغربيه. عندنا بلايص مزيانين فين كيتصنعوا، كيتصنع داكشي بانتظام، وكيتصنع داكشي كيتصنع باحكام القواعد ديالو. مسائل ما كاينش بزاف ديال، كاينش داك التخاربيق بزاف. كثار العمال اللي كيعملوا مزيانين، الامور هانيه، كلشي مزيان. مستقبلنا نقدروا نشوفوها، علاش لا؟ بحكم هاد الارض اللي عندنا وهاد الموقع الاستراتيجي ديالنا، نقدروا نشوفوا الدوله ديالنا كتصدر وكتصنع، علاش لا؟ المنتوجات المغربيه ناقصه بزاف، دخل غير الاسواق وتشوف الحاله. بالنسبه لي انا كنمشي للسوق كنصيب المنتوجات ناقصه بزاف. الانسان حشومه يبيع ديك السلعه هذيك لبعض الناس، وهذيك ما يبيعهاش للشعب، خاصو كاين المنتوجات في الاسواق حاليا ما تقدرش تشوفها، ما كاينش المراقبه ما كايناش بخاطره. يقدر المغرب يكون دوله مصنعه مستقبلا ان شاء الله. علاش فين بان لك داكشي؟ كاين بان لي الا كان المراقبه وكان الاخر كلشي غادي يكون مزيان. الا ما كانش المراقبه ما غايكون والو، هذا هو اللي كاين. طبيعة الحال كل ما كتزيد دابا الحمد لله المغرب كتطور وكتقدم في الانتاج ديالو، الحمد لله كنشوفوا حتى في النسبه ديال الشمال ما بقاش يديك الانتاج اللي كيجي برا الحدود، يعني فنقولوا ديو هنا. اما دابا الحمد لله كلشي كاين، كنشوفوا من الاقل الحاجه اللي ما كناش كنستهلكوها دابا كنستهلكوها هذا المغرب الحمد لله. كتشوف ان المغرب يقدر يكون دوله مصنعه بالتاكيد، وخصوصا من اللي عيفوت راه كاين بزاف ديال الحاجات الحمد لله اللي الشباب اللي تطوروا وتقدموا في العمل ديالهم وعملوا مسائل اللي ما عملتش بعض الدول ولو عظمى. ديالنا كيفاش غنقول لك؟ منتوجات زعما مزيانه تبارك الله، وكيناقصونا في الثمن، كاملونا الثمن مزيان زعما، والحمد لله زعما في الشمال هنايا الحمد لله زعما كيتهلاو فينا، ماشي كاين الغلا. خصوصا ملي دابا كندوزو حنا في واحد الازمه اللي شدونا سبته، يعني كاين واحد الضعف في المنتوجات، فهمتي؟ يعني المنتوجات اللي كتدخلنا رخيصه كتدخل دابا غاليه، فهمتي كيفاش؟ يعني اللي عنده شي مخازي في المنتوجات كيقدر يخزناوي ويبيع بالثمن اللي بغى. واش باش نقول لك خاي من حقه زعما الصراحه، ولكن خصهم يتعاملوا معنا كحنا مواطنين، وحنا كما الشمال معروف بالضعفانيه، يعني ما عندوش واحد اقتصاد كبير، فهمتي كيفاش؟ وهي لحد الان مصنعه دوله وهم كيتا زعما ما كيتهلاوش فينا لحد الان، ولكن الحمد لله حنا بنادم كتسمى عايش حياته كيف ما كنقولوا الحمد لله. المهم كتسمى لحد الان منتوجات المغرب منتوجات مزيانه، هذا الشيء اللي غنقول لك اخويا ديالي. الحاجه اللي مزيانه الحاجه اللي عيانه، بحال حنا عندنا بحامي بلاد ديالنا ما تخالش مع السبته، وزائد بزاف الحاجات ماشي. المهم الحاله ديالنا حنا باقي ضعافين في الكاليتي الحقيقه، حقا مي شادو بالبلا كنتمناو يتطوروا ونرجعوا حتى حنا بحال اوبا، علاش لا؟ ان شاء الله تكون مصنعه، واخا حنا كنستوادوا بريكا وقاع الدنيا، حق ان شاء الله بالمستقبل يكون شي حاجه، حق ما كيعطيوش الشباب فرصه وكذا باش يبينوا الطاقه ديالهم. واش باش نقول لك؟ ودابا اصلا الله اعلم اللي كنشوف هنا المنتوجات كاملين يعني ديالنا، غير ديك الكذبه اللي باقا في راسنا. يعني اغلبيه دابا حنا كنعرفوا الناس وكنعرفوا هذا، كيقول لك بان كيمشي كيتطبع مثلا غير في الديوانه ولا شي حاجه، كيبدلوا له غير التيكيت ويعاودوا يردوه لنا. حنا باقا عندنا ديك الفكره منتوجات اوروبا، كاين منتوجات حنا عندنا في بلادنا احسن من منتوجات اوروبا والله العظيم، ولكن حنا بقات في عندنا ديك الفكره، صافي ديك الفكره ان هذا اسبانيا هذا فرنسا هذا، ولكن ما كنظنش. واغلبيه دابا حتى ديك الدول اوروبا كيصيفطوا لنا السلعه يا اما تشينا ولا لان صافي رجع ديك الشيء عادي. واش باش نقول لك؟ حنا ماشيين شويه، حنا كان عندنا مثلا بعض المدن بحال دابا كازا او طنجه مزيان، ماشيين والحمد لله. يعني مع الوقت وحنا شباب يعني نقدروا نعدلوا مع الوقت شي حاجه، ومع اش نقول لك؟ ما خصناش نبقى عندنا ديك الهاجس، ديك الفكره احنا بلادنا ما عاطيه شي، احنا بلادنا يعني هاد بلادك باش عاد اعطي؟ يعني عاد اعطي
هي اي دوله في العالم باش كتطلع كتطلع بالموارد البشريه، يكذب عليك كذاب يقول لك شي صناعه كتعدل بلا موارد بشريه، ما كايناش اي دوله. دابا مثلا حنا نشوفوا المغرب مع نشوفوا اليابان من الناحيه الجغرافيه والناحيه التاريخيه وديك الشيء، حنا احسن منهم بزاف، ولكن ما فاش فايتينا؟ فايتينا بالموارد البشريه صافي. احنا ما عطيناش الوقت للشباب، ما عطيناش الوقت للناس ديالنا، يعني كاين بعض مثلا الادمغه وديك الشيء الاغلبيه كنشوفوهم حنا كنعرفوهم دابا، بقينا كنشوفهم مثلا كيمشي لاوروبا كيخدم هنا ما كيخدمش، يعني شنو السبب؟ حنا ما كنعطيوش لهاد الناس، كقولنا كنعطيو الموارد البشريه ديالنا غنمشيو بعيد غنخدموا غنتحركوا، خصوصا دابا الشباب، الشباب تبارك الله مزيان ماشي واعي، يعني هادشي اللي نقدر نقول. المنتوجات المغربيه منتوجات مزيانه كيتسمى، زعما عندها الامكانيه تصدر لبرا ولا شي حاجه، وناحيه كاليتي مزيانه زعما مزيانه، تقدر اذا بغيت عاولت دعم شي حاجه دعمها من ناحيه المنتوجات. شنو رايك تقدر المغرب تكون دوله مصنعه؟ تقدر بحق، باقي خصها شي حاجه، باقي خصها شويه د الخدمه، باقي خصها، نقول لك خصها بزاف د الخدمه. دولة تقدر تصنع ولكن عاود خصها شويه د الخدمه. هي المنتجات المغربيه زعما مزيانه، ماشي زعما على قد، ولكن باقي ان شاء الله نزيدو، يقدر المغرب يعمل شي حاجه ان شاء الله. المغرب دوله مصنعه؟ اي المغرب نقدر نقولوا دوله مصنعه، ولكن باقي خصو يزيد شي حاجه، ماشي يولي دوله مصنعه مزيان زعما، ماشي كما دابا. المنتوجات مزيانه الحمد لله، عندهم الامكانيات باش يكونوا دوله مصنعه، علاش لا؟ المنتوجات المغربيه مزيانه الحمد لله، الامور ماشيه مزيانه بخير وعلى خير. تقدر ان شاء الله الحمد لله في حلول 2021 قدر تطور هذه المسائل هذه ان شاء الله، وعملوا شي دراسه على هذه المسائل هذه، الحمد لله كاين الخير الحمد لله. المنتوجات المغرب مزيانين اخاوه ديالي، كل حاجه على حسب كيتسمى، كاينه اللي مزيانه وكاينه اللي عايده وصافي.